عندما يكون المنصب تكليفاً لا غنيمة، يكون المشهد هكذا. Today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تعلن وهي تغالب دموعها التنحي رغم شعبيتها الجارفة في مفاجأة صادمة للنيوزيلنديين. ظهرت أردن البليغة 42 عاماً على الساحة الدولية في عام 2017 عندما أصبحت أصغر رئيسة حكومة في العالم في سن 37، وترسخ أسلوبها القيادي المتعاطف من خلال رد فعلها على مجزرة عنصرية استهدفت المسلمين عام 2019، كما نالت استحساناً من الأطياف السياسية كافة لطريقة تعاملها مع جائحة كوفيد-19 لتصبح نجمة على الساحة العالمية.